وسهلا بكم في هذا الفضاء الصباحي من إذاعة الجزائر القناة الأولى. ضيفي اليوم هو السيد عز الدين فريدي المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. صباح الخير سيدي الفاضل. صباح الخير. إذن نبدأ بجديد وكالتكم هو تدشين خط برتوتا الزيرة لدا وتكملة هذا المشروع في ظرف قياسي بعد ما أعلن وزير النقل سيد بوجمعة طلعي عن إتمام هذا المشروع في الفاتح من نوفمبر. استطعتم على ما أظن أنكم تصلون بوتيرة قياسية أنكم تشغلوا هذا الخط. نعم، في إطار برنامج رئيس فخامة رئيس الجمهورية وتعليمات السيد الوزير فيما يخص تسليم الخط في فاتح نوفمبر إن شاء الله، دونك عملنا كل القدرات الموجودة على مستوى المشروع، وكانت هناك عدة ورشات على مستوى الخط الرابط ما بين زيرالدا وبرتوتا، فانجزنا جسور في دونزانتون روكور بون بوسي دو 180 متر. On a construit, on a achevé l'ensemble des gares على مستوى الخط. حطينا السكة الحديدية. نعم. هي فيما يخص 20 كيلومتر. هي دوبل فوا. حطينا كذلك الكاتينير. هذا بفضل جهود كل الإطارات والعمال على مستوى المشروع. نعم. كلفت بها المشروع هي مجموعة شركات، شركة تركية يابي مركزي، وكذلك الشركة الوطنية أنفراراي. نعم. وكذلك نعم مكتب دراسات جزائرية سيتيراي سيدام وسايتي. هذا المشروع سمح بتشغيل 1400 موظف. نعم. استعمال دي ماشين بولي ترافو دو بوا، سي ماشين بور لا كاتينير، 200 شاحنة لنقل الحصى. نعم. حطينا 40 كيلومتر تاع لا فيبر اوبتيك. حطينا 120 كيلومتر تاع كابل سينياليزاسيون. حطينا 120 كيلومتر كابل تاع الكتريك. وكذلك حطينا 830 عمود تاع الكتريك. سونز اوبليي دو ريميرسي لونسومبل السلطات المحلية. نعم. اللي عاونتنا وعطتنا يد المساعدة للتخلص من كل لي بروبليم ديكسبروبياسيون، وكذلك الإدارات فيما يخص سونال غاز اللي عاونتنا اللي وصلت الكهرباء للمحطة لتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك لسيرفيس تاع المياه وكل البلدية والولاية وكل. نعم. إذن المشروع سيدشن يوم الفتح نوفمبر. أعطيك بالأمس وصلنا أول قطار كهربائي لمدينة زيرالدا في تاريخ. نعم. الجزائر المستقلة. نعم. وإن شاء الله رانا في البريود دي سي توت لي انستالاسيون، باسكو هذا خط عصري فيه كل التكنولوجيا موجودة على مستوى قطار كهربائي في خط مزدوج، يعني خط مزدوج مكهرب، سينياليزاسيون ERTMS GSMR بالمواصفات العالمية. نعم. نعم سيدي الفاضل، هذا المشروع أظن أنه ما زالت التكملة تاعه إلى أين يصل بحول الله؟ هناك نعم هو لازم نتكلم على كل المشاريع على مستوى ناحية الجزائر العاصمة وهذا وحيح. نعم. هذا يدخل في مشروع هيكلة خطوط سكة على مستوى ناحية الجزائر. هناك خط غرب الجزائر أول مرة يكون فيها خط سكة حديدية. نعم. نعم. في أول مرة يكون هنا هدروا على خط الجزائر برتوتا زيرالدا، خطش الخط القطار ما يحبش في برتوتا، يوصل إلى الجزائر العاصمة. مدة السفر هي 30 دقيقة بمستوى القطار السريع، والقطار اللي يحبس في كل المحطات إن شاء الله 40 دقيقة. هناك عدة مشاريع على مستوى الناحية الجزائر العاصمة. هناك مشروع عصرنة الإشارة وانطلقنا في الأشغال، وهنا الدراسة موجودة
على مستوى ناحية الجزائر. هناك تمديد الخط من برتوتا لزيرالدا وكذلك إلى تيبازا وغوريا. الدراسات راهي في المرحلة الأولى إن شاء الله نقدموها للسلطات المحلية الأيام القادمة. وهناك تمديد الجزائر إثنية تيزوزو وادي عيسي كذلك الأشغال متقدمة جدا، وإن شاء الله نسلم المشروع في مرحلة ثانية في أول تريمس 2017. نعم. وكذلك هناك مشروع إنجاز محطة كبيرة، محطة الجزائر العاصمة بكل مواصفات، بان سونتر كوميرسيال، ان اوتيل، ان غران باركينغ او نيفو دو كوريفا الحراش. رانا في درنا الكونكور داركتيكتير، اخترنا مكتب دراسات، وهنا رانا في الدراسات باش ان شاء الله ننطلقوا في هذا المشروع. تكون بتوسعة هذه الخطوط يسمح لتوفير وسيلة نقل للمواطنين على مستوى الجزائر العاصمة وضواحيها، ونساهم في تقليص ازدحام حركة المرور. نعم، بمعنى أنه في الثاني من نوفمبر أو في الفاتح من نوفمبر يسلم المشروع إلى الشركة الجزائرية للنقل بالسكة الحديدية. نعم. في أي وقت، في الفاتح أم في الثاني؟ أنا في معهم في العمل تجاه البارحة، كنا مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية باش نمشوا الخط من أول نوفمبر إن شاء الله يسلم الخط. هناك من بعد يكون يعدوا الاستغلال السيرفيس كوميرسيال ليكون ان شاء الله في فاتح نوفمبر. نعم. سيد عز الدين فريدي، نبقى في شبكه الخطوط بالسكك الحديديه في الجزائر العاصمه. قلنا انه الجزائر غرب لاول مره تستفاد من خط سكه حديديه، بمعنى انه هذه الخطوط ستكون من زيرالدا او من استوالي او من شلاقا، هل ستذهب الى العاصمه؟ يعني نعم، هنا قلت لك خط يكون ان شاء الله فاتح نوفمبر الاستغلال تاعو، الجزائر برتوتا زيرالدا. نعم. وهناك دراسه ما بين زيرالدا استوالي عين بنيال، هذا مسجل الخط ورانا في الدراسات. نعم. وكان ثاني خط ترام ما بين زيرالدا بوسماعين بوهارون بيرار وتيبازا وغوريا والميناء الجديد على مستوى الشرشال. نعم، ممكن هذا يخفف الضغط لل نعم كل الخط. وهناك تعليمات سيد الوزير، هناك إنشاء وتعليمات سيد الوالي ووزير السكن في آخر زيارة في إنشاء لباركينج. هناك موقف للسيارات على مستوى، رانا ان شاء الله نسلموه مع اول نوفمبر على مستوى زيرالدا. كل المواطنين اللي يكونوا على المستوى الغربيه ما بين الجهه الغربيه ينجم يحط السياره تاعو ياخذ قطار 30 دقيقه 40 دقيقه راهو في الجزائر العاصمه، او كذلك ياخذ دوتر مويان دو ترونسبور، لو مترو لو ترامواي او لو بيس. نعم، بمعنى أنه الآن في الوقت الحالي الجهة الشرقية ربما عندها الكثير من السكك الحديدية والخطوط بالسكك الحديدية. سيد فريدي، في الجهة الشرقية دائما هناك مشاكل، تحدث عن ترميم هذه الخطوط. نعم، هي برنامج كبير هنا في ما يخص الترميم. هناك إنشاء خطوط جديدة بمعايير وكان avec une vitesse allant 260 كيلومتر 220. نعم. كاين خط الشمالي اللي يربط ما بين الجزائر الثنية حتى العنابة الطرف. نعم. هذا الخطوط أخيرا ثاني كحنا ننتقلوا في دراسة مشروع ثنية البرج. كذلك كل الأشغال هاي موجودة ما بين البرج حتى العنابة، فيها ثانيك تحديث الإشارة خطرش باش نزيدوا في استغلال، يكون نقمت لكاباسيتي دلالين. نعم. هي في تحديث الإشارة والاتصالات. نعم. أخيرا رانا باش نقول لك سلمنا عينتو تمثيلة في تشغيل إشارة حديثة. نعم. وإن شاء الله حنسلموا
عن توت البرج وكذلك راح نسلموا كذلك الجورزي تو جورت اشاره والجي اس ام ار كل هذه وكذلك سلمنا كهرباء الخط ما بين بوشقوف وسوق هراس. نعم رانا انتهينا من ترميم الخط المنجمي وانطلقنا في ازدواجيه الخط الرابط ما بين جبل العنق الى عنابه. نعم اللي كاين نكونوا ان شاء الله في الموعد المسطر من السلطات لنقل الفوسفات والمناجم الحديد. نعم. كذلك رانا في مشروع بلارة. سيد وزير كذلك عطانا تعليمات باش راكوردو تو لي زون اندستريان كاين سيلاس لافارج بالطيوه كاين هناك برنامج منسق كرياسيون دي باز لوجيستيك دونك باش نكون هذا الشمان فار فا كونتريبي في تطوير الاقتصاد الوطني ان شاء الله. نعود الى بيرتوتا ربما نقطه نسيتها بالنسبه للمحطه قالوا انه المحطه يعني مبنيه بشكل عصري محطه كل المحطات وخاصة كل محطة موجودة على الخط ما بين بزيرالدا ولا الالت يونيفرسيتي ولا سيدي عبد الله وتسلى المرجع هي محطة عصرية هناك الاسباس الانفورماسيون فواياجور لا كليماتيزاسيون على انتيريور دي بلوك ان اسباس فير ان شاء الله تشاهدوا هناك حديقة كذلك انشأنا حديقة على مستوى زيرالدا لتوفير مناخ وفضاء مرتاح للمواطن اللي باش نعاود يبدا يستعمل نقل بالسكه الحديديه. نعم الوسيله على حسبنا اللي تسمح باش تقليص ازدحام المروري هو استعمال النقل الجماعي. والنقل الجماعي فيما يخص النقل بالسكة الحديدية أو المترو والترامواي. نعم سيد عزين فريدي المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية كنت قبل قليل تحدثت عن أهم المشاريع التي ستستلم في هذا الموسم 2016 و2017 سنفصل في بعض المشاريع بالنسبة لخط الجزائر تونس حاليا انه من المفروض يكون عنابة تونس هو الخط العاطل تحدثتم عليه كثير في كم من مره نقولوا انه هذا الخط سيشغل اين وصل بالتحديد؟ هنا هو الخط في الاستغلال ما بين الجزائر وعنابة. نعم رانا نديروا في الترافو دو دوبل مودلافو وعصرنه الاشاره بتقليص مده السفر. عنابة سوق هراس تونس هنا عنابة سوق هراس قلت لك انتهينا من تحديث السكه ما بين سوق هراس من عنابه لسوق هراس. نعم رانا راح ننطلقوا في تحديث الاشاره وكذلك ازدواجيه الخط. نعم وسوق هراس غادي ما هو راح ننطلقوا في تحديث السكه الحديديه هناك منقصه ان شاء الله تنطلق لكي نحدث تحديث السكه الحديديه. نعم يكون هو الخط الدولي الوحيد اللي لا هناك دراسه خط ما بين عنابه الطرف طرف الحدود التونسيه خط اخر 220 كيلومتر في الساعه وهنا رانا في الدراسه تاعو مع كل السلطات المحليه هذاك هو الخط تاعنا تاع الخط الشمالي يربط ما بين الحدود الجزائريه المغربيه الى الحدود الجزائريه التونسيه مرورا ب كل المدن عنابة قسنطينة الجزائر وهران تلمسان والحدود وعلى سبيل الذكر هناك هنا رانا في إنجاز خط أول في الجزائر 220 كيلومتر ما بين واتليلات وتلمسان وكذلك انتقل في الأشغال ما بين تلمسان والحدود المغربية. نعم جيد بالنسبة لخط وهران بشار
وهران بشار هنا الخط مستغل أحدث فيما يخص الاتصال ولا الإشارة. نعم ننتقل إلى الجنوب، يعني المتابعين لصفحتنا على الفيسبوك تقريبا أجمعوا كلهم لأنه الجنوب من حقه كذلك أن تكون فيه خطوط بالسكك الحديدية. لا لا، هنا برنامج رئيس الجمهورية مس كل مناطق الوطن. نعم. ما كاش منطقة ما فيهاش مشروع السكة الحديدية من الشرق إلى الغرب أو من الشمال للجنوب. فيما يخص من الشمال للجنوب هناك الخط ما بين البليدة شفة مدية الجلفة الغواط ويطلع حتى الغرداية. نعم. هي الأشغال هاي موجودة ما بين بوكزول جلفة الغواط، هي شركات وطنية راهي تنجز في هذا المسلك. هناك ما بين مسلك ما بين شفة والمدية راهي لي زيتود، خاطرش سي ان تيران تري اكسيون ايدونتي دوموندون بوكو دو تونيل، لي زيتود دافون بروجي ديتايي سون اون كور. نعم. والخط ما بين الجلفة الغواط غردية أنا ننتهينا من وارقلة، ننتهينا من الدراسات، رانا ندقوا في الدراسات الأخيرة لديزيت دابيدي، وتقول حاسي مسعود راه في الإنجاز. وكذلك هناك دراسات فيما يخص غردية منيعة أضرار بشار، كذلك راه في الدراسة، وكذلك الخط المنجمي بشار غير جبيلات ثانية إن شاء الله انطلقنا في الدراسات الأولية، وإن شاء الله نباشر مع تشاور مع القطاع المعني هو قطاع المناجم فيما يخص إنشاء هذا الخط. نعم، ما دمنا تحدثنا عن الخطوط الموجودة في الجنوب، هذا السؤال من زميلتنا من تلفزيون بمحطة ورقلة حيات عمور، تقول أنه أين تكملة مشروع السكة الحديدية التي توقفت في توقرت، وهل مشروع السكة الحديدية الذي يربط الشمال بالجنوب لدفع عجلة التنمية، لماذا تأخر المشروع الحيوي بالجنوب الكبير؟ تقول هكذا، لا تأخر في المشاريع الجنوب، كل المشاريع هي في الإنجاز أو في الدراسات. المشروع توقر حسين مسعود راه في الإنجاز، هي شركات وطنية هي قائمة في الإنجاز. نعم. والجلفة الغواط غردية ورقلة في إتمام الدراسات الأخيرة، كل المشاريع اللي في تخص الجنوب راهي في الإنجاز أو في الدراسة. نعم. كل هذه المشاريع بشراكة مع أجانب أم هي جزائرية؟ كاين مشاريع والاشتراك مع الجانب، بعض الشركات الأجنبية. وكاين كذلك أصبح عندنا وسائل وطنية نفتخر بها لإنجاز فيما يخص الدراسات أو المتابعة والإنجاز. ما نذكرش باش ما نكاش شركة على شركة، لكن هناك جانب وطني عمومي أو خاص. نعم. بالنسبة لتنسيقكم مع كذلك المشاريع الخاصة بترامواي، نعم هناك تنسيق جد سير ما بين كل أنماط النقل. هناك اليوم كان ثانيك اجتماع فيما يخص تنسيق مثلا فيما يخص المطار الجديد، هناك المطار الجديد كاين لو مترو وكاين السكة ثانيك رانا في مشروع في الإنجاز. نعم. ما بين باب الزوار فيما كل المحطة الجديدة اللي راح إن شاء الله نشرف عليها في انطلاق تاعها في الحراش كوريفا، هناك كذلك تنسيق مع كل أنماط النقل، كسواء النقل الجماعي ترامواي ولا مترو ولا ليبيس. نعم. وهناك خلق كما يقول لك معدل أنماط محطات وين يكون فيها مثلا زيرالدا فيها موقف ان شاء الله للبيس للتاكسي كذلك للسيارات الخاصة. نعم. سيد عز الدين فريدي، قديما بالنظام الكلاسيكي في إنجاز مشاريع الخطوط السكة الحديدية كانت يعني نسبة الخطأ فيها كبيرة تقريبا إن صح التعبير، كانت هناك حوادث. الآن عندما انتهجتم تكنولوجيا وعصرنة هذا القطاع، هل ستكون أخطاء، هل تكون حوادث
كالمعتاد. هذا باش يكون فيها الترانسبور فيروفيا سي مود دو ترانسبور سيكوريزي. لازم احترام قوانين السكة الحديدية. نعم. لكن هذه الوسائل الجديدة والعصرية تساهم في تقليص لاكسيون دو لوما. استدير مثلا في هذا لو ار تي ام اس. نعم. اللي رانا ان شاء الله نشرفوا باش نحطوه على المستوى اخر. سي ان ديباسمون دو كونديكتور دو لا فيتيس اي بو كو لا ماشين سارت. نعم. افيك ميكانيزم دو كوموند سنتراليزي. هذه الوسائل اولا تساعد باش نزيدوا لا كاباسيتي دي لين نديروا بلوس دو تران اي بلو اون في بلوس دو ترونسبور دو توناج يعني يسيكوريزي دافونتاج لي سيركيلاسيون فيروفيير. نعم. ربما سنتحدث عن مشكل تعاني منه تقريبا كل المؤسسات الوطنية، هو مشكل التعامل مع المواطنين في حالة إنجاز مشروع. ربما عندما تكون عندكم مشاريع تتعرضون أنه المواطن ما يحبش أنه يعدي عليه السكة الحديدية ويدي المطار بتاعه وتوصلوا في منازعات، وكذلك مشكل السرقة على مستوى الورشات. مشكل هذا المواطن يسرق أجهزة على لا ما نعموش الظاهرة، لكن نعم بعض المواطنين أكيد ممكن الظاهرة موجودة للأسف. لا ما نعموش الظاهرة تاع السرقة، لكن خاطرش كل ورشات معروسة وكذلك المحطات الجديدة. سرقات أو تخريب سيد فريدي؟ المحطات الجديدة ثاني راهي مجهزة بلا تيلي سيرفيونس وكاميرات مراقبة. ما نظنش بلي أنا يكون فيما يخص السؤال. نعم، فيما يخص النزاع على الأرض. النزاع على هذا مشكل كبير، خاطرش فيما يخص الأراضي للخواص هناك قوانين للجمهورية باش نحترمها. نعم. هناك دي زونكات بارسيلال، دي زونكات قضية نزع الملكية يتطلب وقت. نعم. يتطلب وقت باش نلحق النتيجة. هناك وهنا كل يوم نستعملوا الاميابل نتفاوضوا مع المواطنين، وكاين بعض المواطنين اللي من المفروض انه هذا من احد الاسباب تاخر المشاريع في بعض بديكم. المشاريع هذا المشكل ياخر لانه المواطن تسليم. لانه المواطن سيد فريدي لا يعلم، يقول لك انهم حجرونا او ما حطولناش سكه حديديه هنا وكذا، ولكن ما يعرفش بالخبايا انه لماذا تاخر المشروع او رفض المشروع. لا هذه قضيه كي اون فاليبيري لي زونبريز، هي قضيه استعمال الوسائل لإنشاء الخطوط. هي نجم اون بو ماتر بليزيور مويا كو سوا ميكانيك او هيما بور فير لي ترافو نيسيسار. مي كي يكون عندك تعرض تاع انسان فوق الخط ما تنجمش تجيب. نعم. البيل. هل تم تسوية كل النزاعات مع الخواص؟ لا كل يوم كاين نزاعات مع الخواص. عندي مئات مئات دي دوسي في العدالة فيما يخص الخواص. وهذا يوميا عندنا محاميين فيما يخص هذا يوميا كاين. ممكن توجه للمواطنين نداء انهم يعاونوكم في انجاز هذه المشاريع لتعود بالمنفعه العامه. لا هو الظاهره ماهيش كاين مواطنين نشكرهم، مواطنين فيما يخص زراعه الدوله كاين مواطنين اللي سهلون العمليه، وكاين مواطنين اللي لازم واحد انسان يقنعهم بالقانون. وجه بان خط السكه الحديديه يرمي الى توفير وسيله للنقل وهذا خدمه للوطن وللشعب. نعم. سيد فريدي ننتقل الى التكوين، مشكل التكوين. انتم فتحتوا عده مرات تكوين، عمليه تكوين. هنا التكوين عندنا التكوين فيما يخص هنا كما في الوكاله. اكثر من عندنا اكثر من 630 موظف، 70% اطارات. نعم. هنا كل المشاريع والعقود اللي مع الطرف الاجنبي عندنا تكوين مع هذا الاجن فيما يخص في السكه او في الاشاره. وكذلك انطلقنا في شراكه مع مكتب دراسات
إيطالي في خلق مكتب دراسات مختلط. نعم. 54-49 إن شاء الله رانا في ينطلق نهاية السنة. وعندنا برنامج تكوين، خاطرش بلا تكوين ما نجموش فيما يخص تكوين لإنجاز المشاريع أو للصيانة. نعم. خاطر صيانة المشاريع خط 160 كيلومتر ماشي كيما خط 80 كيلومتر ولا 220 ماشي كي خط 80 كيلومتر، تتطلب تكنولوجيا كذلك مثلا فيما يخص الإشارة، فيها تقنية حديثة تكنولوجيا وإلكترونيك. نعم. التكوين له أهمية كبيرة ويتطلب جهود. نعم. والتكوين يكون متواصل. ميزانية معينة. نعم عندنا ميزانية معينة للتكوين. نعم. وهنا فيما يخص سواء تسيير العقود أو التكوين التقني. نعم سيد فريدي، أعلم أنك يعني جد مرهق لأنك على مدار شهرين كنت في الورشة ميدانيا من هذا في شرف لنا هنا في شرف لنا بمناسبة أول نوفمبر. نعم. مناسبة عظيمة، كان في الأمس أجدادنا ضحوا بالدماء، نحن ضحوا بالعرق، وإن شاء الله في تعليمات السيد الوزير لتسليم الخط في أول نوفمبر، وإن شاء الله يكون فرحة لجميع الجزائريين. نعم أنا وأنيكم لأني كنت أتصل بك في كل مرة وتقول لي راني في الـ في في الـ في الورشة وكان هناك تعب، وأنا اضطريت إنه تكون معايا في الاستوديو صباحا وتنوض باكرا. شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة سيد عبدين فريدي، المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات بالسكك الحديدية. كما أشكركم أيها الكرام لمتابعة هذا اللقاء، زوروا موقع الإذاعة الجزائرية www.radioalgeri.cz أو صفحتنا عبر الفيسبوك ضيف الصباح باللغة العربية. إلى اللقاء.